الله عز وجل يا إخواني قد كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل يقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أني أنا الغفور الرحيم.